خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم بالقطاع العملية شمال شرق إنميناس، أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي قطاعي بذخيرة الحية إعصار 2/2022. في البداية استمع السيد الفريق أول رفقة السيد اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى عرض قدمه السيد اللواء قائد القطاع العملية شمال شرق إنميناس، تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه. وبميدان الرامي للقطاع العمليات تبع السيد الفريق أول عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدة البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعمليات على المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومة الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة.
نحسن اختيار الزمان والمكان. أبناؤنا وأبناؤنا، قولوا لهم نحن لا ننكت القسم. وبمعاصمة إيران مدافع العربات هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع بما في ذلك شبكة الميدانية للتزويد بالوقود، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. What are you?
أبيد ميت لا ولن أحيد ولن أميل عزيز وفي أماكن صعبة الوصول إليها وبها قوتنا وليعلم أي معتد أننا في الجيش لا نرضى التشنيس فكل من يبغي عوجاجا رجمنا